طيب نيجي بقى للجزء الأهم في المحاضرة، وأتمنى تكونوا كلكم مركزين حتى لو في ناس سابت اللايف فممكن يبقوا يشوفوه سيف تاني إن شاء الله. فالكلاسيفيكيشن بتاع الروت كانال سيستمز في بيبر اتنشرت سنة 2021، السنة اللي احنا فيها في فبراير. البيبر دي كانت بعنوان روت اند روت كانال مورفولوجي كلاسيفيكيشن سيستمز، تمام؟ الباحثين كتر ألف خيرهم عملوا لنا قراية لأهم فور كلاسيفيكيشنز موجودة في تاريخ الإندو، أو من وجهة نظرهم دي أهم أربعة كلاسيفيكيشنز. أولهم كان وين إتال، تمام، سنة 69، وبعديها فيرتوتشي إتال سنة 74، ودي الأكثر شهرة والأكثر مصداقية ومعمول لها حوالي أكثر من 2000 سايتيشن في التكست بوكس وفي أذر بابليكيشنز. طيب سيرت أند بايريلي، تمام، دول كانت سنة 2004، والناس دول عملوا برضو دراسة حلوة جدا في تركيا عن روت كانال كونفيجريشن سيستم. واخر حاجه بقى اللي محدش بيتكلم عنها كتير هي احمد اتال، كانت سنه 2017، تمام. تعالوا ناخد وين. وين دي اكتر حاجه درسناها في الكليه. انا على ايام انا في الكليه لما كنت بدرس الكلاسيفيكيشن ما درستش حتى في فيرتوتشي، عرفناها في السكاشن، تمام، لكن في المحاضرات كانت وين. وخليكم بس نسمبليفاي الدنيا كده، انتوا لسه في سنه ثالثه بري كلينيكال اندو. الراجل ده محترم على حسب التكنولوجي بتاعت عصره وعلى حسب الليميتيشنز بتاعت البحث العلمي. قال لك ان في تايب 1 لحد تايب 4 والارقام قدامكم. المشكله ان هو كان بيعمل الدراسه بتاعته على سنجل روتد تيث بس، تمام، فبالتالي الارقام كانت فور تايبس بس وخلاص. احنا ممكن دلوقتي نطلع يعني عشرات الكونفيجريشنز اللي داز نوت فيت في الكلاسيفيكيشن دي. فجاء عمنا فيرتوتشي اتال سنه 74 عمل 8 8 كلاسيفيكيشنز مش 4، من اول تايب 1 لحد تايب 8. تايب 1 كان بيقول لك 111، يعني 1 اورفيس 1 روت كانال 1 بورتال اوف اكزيت. تايب 8 مثلا بيتكلم عن ان في 3 اورفيسز 3 روت كانالز و3 بورتالز اوف اكزيت، تمام. وفي النص بقى في شويه كونفيجريشنز هو مش بيخمن الكلام ده وبيرسمها، لا، كان بياخد التوس الاكستراكت تيث يعمل لها كليرنج، يعمل لها داينج ويشوفها تحت الايه؟ اللايت مايكروسكوب. بعد كده جاسرت اند بايريلي، الاثنين دول عملوا كلاسيفيكيشن في 2004 في تركيا على التركيش بوبيوليشن، ولقوا ان مش بس في الثمانيه بتوع فيرتوتشي، لا، ده لقوا 15 different type زيادة أو different canal configuration زيادة. وزي ما أنتم شايفين مستحيل حد يعرف يميمورايز كل الحاجات دي في دماغه، تمام، بس مجهود يشكروا عليه جدا. وكانت برضو بنفس الطريقة بتاعة فيرتوتشي. والكلاسيفيكيشن ده مش مشهور قوي، ولكن أنا كنت نزلت بوست قريب وفي حد جاوبه صح، فمشكورين جدا إن أنتم بتبحثوا، كلنا بنحاول إن إحنا نعرف أكتر عن الإندو، تمام. طيب لحد ما جاء عندنا أحمد تال في 2017. انا مش عارف هو باكستاني ولا هندي بصراحه، بس كتر الف خيره يعني هو تقريبا بيفكر بنفس الكايزن بروسس، ان هو قال لك ايه، لا احنا عايزين نشوف ايه المشاكل في كل البريفيوس كلاسيفيكيشن. هو مستحيل كده ان يكون كل الكونفيجريشنز دي هنعرف نحفظها علشان نريفير ليها او نكوميونيكيت ويز ايتش اذر بيها، تمام. فقال اول حاجه ان في وين تال كلاسيفايد اونلي سنجل روتد تيث، تمام، فدي مشكله لان احنا عندنا دبل روتد ومالتي روتد، تمام. طيب بعد كده قال many canal configuration has been described as non-classifiable. احنا مش عارفين نحطها ضمن الكلاسيفيكيشن بتاعنا اللي موجود حتى بتاع certain pairly، تمام. وبعدين في دراسه اتعملت باي فليب وبيريز في 2015، والله قال ان في 13% من السبيسيمن ما دخلتش اصلا في الكلاسيفيكيشن بتاع فيرتوتشي اند هيز كووركرز، تمام. فدي مشكله، لان في مشكله تانية كمان، النمبر اوف روتس عمره لم يتم ذكره جوه الكلاسيفيكيشنز القديمه، كانت دايما بتتكلم على الروت كانال كونفيجريشن فقط، وكان السنان كلها بروت واحد او يعني تيبيكال، تمام. وانا شخصيا عندي مشكله بضيفها للكلام بتاع احمد كلاسيفيكيشن، وهي الميمورايزنج. انا ما اقدرش احفظ 23 كانال كونفيجريشن، ما اقدرش اميمورايز الكلام ده. واعتقد ان اللي بيعرف يميمورايز الكلام ده هو عنده سافانت سندروم مثلا او متلازمه العباقره. صعب جدا ان انت تفيجوالايز الايمجز دي كلها في دماغك 13 ديفرنت او 23 ديفرنت تايب، يعني شبه مستحيل، تمام. فهو عمل كلاسيفيكيشن جديد في معادله واحده بس، ار تي ان او سي اف،
الكلام يبان غريب قوي، ايه ده؟ وفعلا الوسط العلمي لم يتقبل الدراسه بتاعته، ولكن انا بقول تنبؤ ممكن نبقى نرجع له تاني كمان 10 سنين مثلا، ان الكلاسيفيكيشن بتاعته دي هي الاقرب الى عقلي المحض المجرد. انا لو شفت اي كانال هعرف من المعادله البسيطه دي اقول كل المعلومات اللي فيها في سطر واحد. تمام؟ هو قال ار ده النمبر اوف روتس، فهو دي اول كلاسيفيكيشن بتتكلم عن النمبر اوف روتس انسايد ذا كلاسيفيكيشن. تمام؟ تاني حاجه تي ان يعني توس نمبر، يعني التوس دي انهي توس في الارش. تمام؟ يعني مثلا 1 1 دي الابر رايت سنترال انسايزر. تمام؟ ال27 مثلا ده الابر ليفت سكند مولر. تمام؟ وهكذا. او معناها اورفيس، سي معناها كنال، اف معناها فوريمن. فيبقى كده احنا بنقول الروت ده في كام اورفيس، كام كنال، وقفل بكام بورتال اوف اكزيت. تمام؟ وللتبسيط السنجل روتد بتكون 1 تي ان او سي اف، الدبل روتد بتكون 2 تي ان روت نمبر 1 او سي اف روت نمبر 2 او سي اف، وكذلك في المالتي روت. تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده مثال بسيط. لو احنا جينا شفنا الابر سنترال ده، ابر رايت سنترال، التوث نمبر 1 1. تمام؟ 1 قبلها فوق دي معناها 1 روت، 1 بعدها فوق معناها 1 اورفيس 1 كانال 1 بورتال اوف اكزيت. تمام؟ فهو اختصرها في 1. طيب تعالوا نشوف مثال تاني، مثلا البري مولر الجميل ده، توث نمبر 3 5 او 3 4 انا اسف، اللي هي لور ليفت فيرست بري مولر. تمام؟ نمبر اوف روت هنا 1، طب النمبر اوف اورفيسز 1، طب نمبر اوف روت كانالز 2، والنمبر اوف بورتال اوف اكزيتس او الفوريمينا 2 برضو 2 برضو. فدي بالنسبه للسنجل روت، وبرضو في شويه امثله لذيذه يعني زي مثلا 1 2 1 ده. تمام؟ طيب لو جينا شفنا مثلا الدبل روتد، هو قال هنا هنقول النمبر اوف روتس مثلا في بريمولر ده نمبر 1 4، فعندنا 2 روتس، 1 2، واحد بكل واحد بالاتل. تمام؟ البكل روت في 1 اورفيس 1 روت كانال 1 بورتال اوف اكزيت يبقى 1، والبالاتل روت 1 اورفيس 1 روت كانال اند 1 بورتال اوف اكزيت يبقى 1، وجواها تحت برضو في هنا اكسسوري كانال ما بيحسبهاش احيانا، وممكن انت تحسبها عادي ك 2 بورتال اوف اكزيتس براحتك يعني. تمام؟ طيب تعالوا نشوف مثلا حاجه ثانيه اللي هي دي. اوكي؟ عندنا هنا توث نمبر 2 4 اللي هو الابر ليفت فيرست بريمولر. تمام؟ في 2 روتس. تمام؟ الباكل روت جواه 1 اورفيس 2 روت كانالز ذات جوين اند ذن ري ايمرج تاني في 2 ابيكال فورامينا او 2 بورتال اوف اكزيتس. تمام؟ والباتر روت 1 يعني 1 اورفيس 1 روت كانال اند 1 ابيكس. الموضوع لذيذ جدا وممتع جدا، ان انت تبقى خلاص انت كتبت المعادله بتاعتك دي في بوست مثلا، ما انتش مضطر تقول التوس نمبر، ما انتش مضطر تقول نمبر اوف روتس، ما انتش مضطر تقول تميمورايز كلاسيفيكيشن بتاع فيرتوتشي او بتاع سيرت او بتاع اي حد من الكتاب. تمام؟ فدي بالنسبه للمالتي روتد. زي ما قلنا قبل كده مثلا ده الابر 6 اهو، ابر رايت 6 3 روتس، ميزوباكر روت 1، ديستوباكر روت 1، اند بلاتر روت 1. تمام؟ لو جينا شفنا مثلا يعني ال 27 ده، تمام؟ عندنا 4 روتس، جميل، النمبر اوف روت 4، وال 27 اللي هو الابر ليفت سكند مولر، عندنا الميزوباكر روت 2 كانالز او نقدر نقول 2 اورفيسز وذ 1 كانال اند 1 بورتال اوف اكزيت، وكذلك كل روت من الثلاثه الباقيين له 1 كانال 1 اورفيس 1 بورتال اوف اكزيت. تمام؟ فالكلاسيفيكيشن سهله جدا جدا ولذيذه جدا جدا، ولازم تكون انت متخيل ده جوه دماغك، انت لازم تعرف توصف الشكل اللي انت شايفه، عشان لما تيجي تعمل فيديوجرافيك انتربريتيشن سواء بريبيكال اكس رايز بديفرنت هوريزونتال انجيوليشنز، او تروح جاي واخد مثلا سي بي سي تي، فتعرف انك توصف ده جوه دماغك، بحيث بعد كده تبقى انت عارف تشرح الحاله لزمايلك، او حتى على الاقل قادر تنجوشيت الكنالز دي وتقدر تختار الامرمنتيريوم بتاعك كويس وهكذا. تمام؟